لا الحكايه كده يا استاذ حسن، الحكايه دلوقتي ان احنا بنتكلم في حلول، خطوات 1 2 3 4 5. تطلع الخطوات دي زي ما المانيا عملت، تطلع الخطوات دي زي ما افريقيا عملت، بس هي دي تبقى الخطوات. فنيا في خطوه واحده لازم تتعمل، واحده بس مش 100 خطوه. هو احنا خرجنا من كاس الامم 2019 ليه؟ لما نعرف احنا خرجنا ليه، مش عشان عبد الله السعيد ولا علشان مش عارف عبد الله جمعه ما لعبش يوم ولا ما راحش، لا 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 لا، احنا ما خرجناش عشان كده. احنا خرجنا من كاس الامم، الخطوه الاولى اللي لازم يعترف بها الجميع ويشوفوها كويس ويدرسوها، او حد يرد بارقام واضحه، يعني احنا منتخبنا مش قادر. في فرق من انه مش عايز، فرق انه مش قادر. هذه هي نقطة الانطلاق الأولى. لما نعرف الأول احنا خرجنا قدام جنوب أفريقيا ليه بالدرجة الأولى، نمرة واحد، ما في أسباب تانية فنية، مش قادرين. تلت ساعة احنا هم بيجروا واحنا بنجري وراهم. احنا عملنا كده قدام أوغندا وقدام الكونغو، تمام، مش قادرين، احنا بنتعب، احنا لازم نعرف ليه. طيب. احنا ليه الجهد البدني بتاعنا بيقل؟ نمرة واحد. نمرة اتنين، في مشكلة طبعا تكتيك وخطط وكل حاجة والحاجات الفنية الكثيرة جدا اللي اتكلمنا عليها، سواء مع كوبر او مع اجيري. اجيري ارتكب يعني الحقيقة من وجهة نظري جريمة بالتغييرات اللي عملها في اخر 10 دقائق في البطولة في ماتش جنوب افريقيا. ما هي دي برضه من الاسباب اللي خلتنا نخرج.